أستاذة اللغة العربية بالابتدائي وأيضا مشرفة على قسم تحضيري. أهلا بك سيدتي. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، أشكركم على الاستضافة. سيدة طوبال نبيلة، التدريس في القسم التحضيري يعني مسؤولية ومهمة ثقيلة، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التعليم في التربية التحضيرية أكيد هو مسؤولية كبيرة كبيرة جدا. الكثير من الناس يستهينون بهذه المرحلة، في حين أني أرى أنها المرحلة لابد وأن تكون إلزامية. نعم، لماذا؟ لأنه بالنظر إلى السنوات المقبلة التي سيلتحق بها هذا الطفل، نلاحظ أنه مثلا في السنة الأولى الطفل الذي لا يلتحق بالمرحلة التحضيرية يتلقى صعوبات كبيرة كبيرة جدا، بحيث أنه لا يمكنه أن يتعلم. لماذا؟ لأنه لم يعرف معنى كلمة مدرسة، لم يعرف معنى كلمة أستاذ أو معلم، معنى كلمة زميل، كل ما معنى كلمة يتعلق. التزام، أنه التلميذ يجلس في الكرسي في الصف ليس من ويتابع. هذه، استسمحك، ليس من هذه الناحية فقط، ولكن من الناحية النفسية أيضا. هذا الطفل يجب أن يجد احتواء في هذا المكان. نعم، أظن أنه لابد أن يكون مرحلة تحضيرية، بحيث عندما يلتحق هذا الطفل يكون لديه استعداد نفسي، يكون لديه هناك. لماذا سميت بالمرحلة التحضيرية؟ لأنه يجب أن يكون هناك تحضير، نحضره كيف يتعامل مع هذا الوسط الجديد الذي جعله مجبر أنه يكون في هذا المكان، وهو أول خروج له من الأسرة. أن الطفل عندما يخرج من الأسرة بطبيعة الحال سوف تكون هناك صعوبة بالنسبة له، نعم، وهنا نجد الدور الذي ستلعبه هذه المربية التي ستحتويه داخل هذا القسم. نعم، متى نبدأ بتلقينه الانضباط سيدة طوبال نبيلة؟ والله هو يجب أن تكون هناك مرحلة تمهيدية. الأسبوع الأول يجب أن نسعى لإدماجه أولا، ثم بعد ذلك يأتي التخطيط للانضباط. كيف يكون هذا؟ ليس نقول مثلا يتعلم وهو يلعب، وكأننا نقوم بلعبة. عندما يتلقى هذه الأشياء التي تتعلق بالانضباط، يجب أن ندخله في جو يجعله محبا لهذا الانضباط، ليس بالقوة أو بالردع. يجب أن تكون هذه المربية مدركة لميولات هذا الطفل، لرغباته، متفهمة لدوافعه، حتى يمكن أن ندخله في معنى كلمة انضباط. هو لا يعرف معنى كلمة انضباط. مثلا أني أطلب منه شيء، لا أطلبه منه مباشرة هكذا افعل هذا أو افعل هذا، أعلمه بطريقة تجعله محبا لهذا الشيء. نعم، أسلوب التشويق أيضا نعم، أسلوب يسترعي انتباه التشويق الطفل. مثلا كما قلت، كما أشرت سابقا، وهو أنه يلعب مثلا، أعطيه لعبة، ومن خلال هذه اللعبة يتعلم أشياء. ما هي أصعب السلوكات التي تواجهينها في القسم التحضيري؟ هي أصعب السلوكات التي نواجهها في قسم التحضيري هي التعلق الشديد بالوالدين، أنه هذا أول خروج لهذا الطفل من الأسرة. فعندما يلتحق بهذه المرحلة التحضيرية تكون هناك كثير من الحركة، الكثير من يكون متقوقع على نفسه من شدة تعلقه بالوالدين، هذا يؤثر عليه كثيرا. فهنا نتلقى صعوبة كثيرة، أحيانا يجهش بالبكاء، فيصعب علينا إسكاته، أحيانا حتى نخرجه من القسم ونتعامل معه بطريقة تجعله يتأقلم مع هذا الوضع الجديد الذي هو في خضمه. إذن فهذه من أهم الصعوبات التي نتلقاها في المرحلة التحضيرية، لأنه أشرت فيما سبق بأنه يجب أن تكون إلزامية، لأنه في المرحلة عندما يلتحق بالتعليم الإلزامي هناك يجب أن يكون مهيئا نفسيا لكي يتلقى التعلمات. فالمرحلة التحضيرية هي تهيئة نفسية وجدانية انفعالية لكي يتلقى المعارف مستقبلا. نعم، هو كذلك. فهذا المشكل هو مشكل صعب. إذن فهنا يجب هنا يكون هناك تنسيق بين هذا المربية والأسرة، يكون هناك استدعاء للوالدين هل والنقاش في هذا. تتوصلون إلى الحلول في غالب الأحيان؟ أكيد في نعم، النهاية يكون يعني هناك أن حل، الطفل يندمج يندمج، ويتعود. حتى أنه يكون لديه شوق للذهاب إلى هذه المدرسة. نعم سيدة طوبال، في نعم حالة يعني فرط الحركة، تجدين يعني طفلا لا يستطيع أن يجلس في مكان، يتجول في القسم، كيف تتعاملين معه في هذه الحالة؟
بالنسبة للطفل الذي لديه إفراط في الحركة، في هذه الحالة يمكن أن نكلفه بمهام، مثلا يمسح سبورة أو يقوم بجمع كراريس أو إلى غير ذلك من إذا أردت العودة إلى النقطة التي تتعلق بأطفال التوحد، أذكر فيما مضى أني كنت أدرس قسم السنة الأولى، ذلك الطفل سنة ثانية بدأت معه، كان دائما هناك معاملة خاصة لهذا الطفل حتى من ناحية زملائه، دائما يبتعدون عنه، أستاذ هذا لديه توحد، يتعرض للتنمر، نعم دائما يبتعدون عنه، لا يريدون اللعب معه، فشيئا فشيئا حاولت أن أقترب أنا من هذا الطفل، حاولت أن أحتويه، ضممته، أحيانا هذا الأطفال يحتاجون إلى الحب، إلى الرعاية، هذا المربية إن كانت في مستوى يعني يجعلها تحتوي هذا الطفل، أظن أنها سترتقي به إلى مستوى التلميذ العادي. ربما يكون عنده نسبة قليلة من هذا كل كما أشارت السيدة المفتشة أنه كل واحد ودرجة التوحد التي فيه، فهنا نرجع إلى دور المربية. وإن أشرت إلى بعض البلدان، مثلا عندما نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعطون لهذه المرحلة التحضيرية أهمية قصوى، بحيث نعم. أنهم يكونون أشخاص من أجل أن يؤدوا مهام هذه التربية التحضيرية. نعم، حتى هناك مخابر بحثية للبحث في يعني نعم. البرامج التي ستقدم للطفل الذي هو عماد مستقبل البلد. نعم، هناك كيف نقول مناهج تخدم بإسهاب هذه المرحلة، في حين نجدها غائبة في بعض البلدان. بالنسبة للبرنامج في حد ذاته، مما يتكون برنامج تحضيري سيدة طوبى؟ البرنامج التحضيري يتكون من مواد عادية مثل كبقية السنوات الأخرى التي يكون يعني فيها كل المواد هي موجودة في التحضيري. نعم أكيد، هناك 5 مواد، هناك تربية إسلامية، تربية مدنية، لغة عربية، رياضيات، ونركز الأكثر على مواد الإيقاظ، تربية نعم. فنية، تربية بدنية، هذه المواد التي يجب أن يعطى لها وقت أكبر من المواد التي تتعلق بتعلمات. نعم طيب، هذه المواد لا تدرس كلها في نفس الفصل وفي نفس الوقت، كيف يبدأ التلميذ في التحضير برنامجه؟ أولا يبدأ نعلمه بداية كيفية مسك القلم، يبدأ بالخطوط أولا، ثم شيئا فشيئا إلى أن ينتقل إلى الحروف، يدركها بصريا، حس حركي. مثلا هل يتعلم الحروف أو الكلمات؟ حروف وكلمات بالصور. نعم، يعني بالاعتماد على الصور، بالاعتماد على التلوين، مثلا تأخذي حرف يلونه فيدركه بصريا ويدركه بأنامله من خلال تنوينه، وإضافة إلى إشارة إلى أشياء مثلا في القسم، مثلا صورة معلقة والإشارة أين نجد هذا الحرف مثلا، فهو شكرا سيدة طوبال نبيلة. العفو سيدتي الكريمة، أشكركم جدا على الاستضافة.